اليوم له أخبار عنا كتير. حلقة أخبار مشكلة مشكلة لأنه عم تحكي عن تليفونات أكيد الموبايل، وعم نحكي عن جيم كتير عالم ناطرينه يلي هي الفيفا 2018 جيم الفوتبول يلي بتنزل هلأ بهالفترة هيدي عاد بشهر أكتوبر، وبتكون هي آخر نسخة من هاللعبة المهمة هيدي على جميع أنواع الكونسولز، يعني بلاي ستيشن 4 اكس بوكس كمبيوتر وغيره وغيره وغيره. اليوم اللعبة صارت يعني من أسبوع صارت متوفرة بالأسواق وخاصة بلبنان كمان. هي لسنة 2018 يعني هي إذا بديك الليتست إديشن بتنزل قبل بشهرين، بس هي بتكون لـ 2018. بس قبل ما نحكي عن الجيم ونحكي عن كيف تحولت هذه الجيم من سنة 93 لليوم ونشوف مشاهد عن تحولها من 93 لليوم كيف كانت وكيف صارت، ونفرجي تريلر عن الفيفا 2018 بحلتها الجديدة، رح ننتقل قبل لنحكي عن النوت 8. عم نكمل بعدنا عن النوت 8. صار في الأسبوع الماضي الإطلاق الرسمي لهاتف النوت 8 بالأسواق اللبنانية بحفل كبير صار بالفورم، وتم الإعلان أكيد عن النوت 8 وغيرها من الأكسسوريز اللي العلاقة بالنوت 8 بشكل مباشر أو غير مباشر. هذا الشيء الملفت للنظر أنه نهارة المؤتمر أو نهارة الإيفنت اللي كان عم بيصير بالليل، الملفت للنظر كان أنه بنفس النهار كان عم بتوزعوا الهواتف البري اوردرز للنوت 8 يعني اللي انطلبوا مسبقا عن طريق الوكيل، وكانت الكميات يلي عم تتوزع ارقامها بتنافس الارقام العالميه. عم نحكي بلبنان يعني نسبة شو عم بيتوزع عالميا، يعني نسبة لعدد المشتركين بلبنان دائما يعني ما بستغرب كعدد عدد هواتف او عدد الخطوط اللي موجوده بلبنان. بنشوف على قديش تليفونات عم تنباع مقارنه مع هالخطوط بتتقارن بدول العالم مش بعدد السكان يعني، فعم بيكون لبنان من دول او يعني عم نحكي باول كم بلد بعدد المبيعات، هذا شيء ملفت للنظر. نسبه كمان انه سعر الهاتف المره منه منافس، يعني عم نحكي نحن لا كثير منه منافس منه منافس أوكي. يعني عم نحكي ب $950 للنوت 8. بعرف ردة الفعل دائما لما عم نحكي قدام حدا عم يكون فيها نفس ردة الفعل، بس يمكن يلي مفروض يستعملوا النوت 8 هن قادرين يدفعوا هالمبلغ هذا لانه في هالقد، لانه هو بزنس اورينتد وهو موجه ل اذا بدك سيجمنت او نيش ماركت معين للمستهلك مش لمين ما كان. بينما الاس 8 اليوم والاس 8 بلس عم نحكي تحت ال 700 يعني بال $700، فهل الفرق في فرق $250 بيقول لك كثير، مع انه بالنسبه لسامسونج كمان الاس 8 هو الهاي اند يعني هو وتم اطلاقه مش من زمان من حوالي 3 اشهر او اقل شوي. خلينا نشوف اذا بدك حفل اطلاق النوت 8 وكان عندنا هالمقابله اللي دائما بخصنا فيها ادي بشكل اكسوزر اذا بدك باطلاقات هواتف سامسونج. خلينا نشوف شو كان عنده ادي خبرنا. بتشوف اطلاق النوت 8 بالسوق بظل كمان نجاح الباهر اللي عم يعملوا الاس 8 والاس 8 بلس بالسوق. شوف يعني هو منه شيء صارت هيدي اذا مثل بيقولوا الفتره الزمنيه عن سامسونج بالسنه، في عنا اطلاقين لتو فلاج شيبس، واحد اللي هو الاس سيريز والثاني هو النوت سيريز. اكيد النوت هو عزيز عقلنا هلا اللي صارت السنه الماضيه كان صعب اكيد، بس انه ما في شركات كثير بالعالم قادره تطلع من 7 او 8 مليار دولار خساره من ورا ديفايس واحد، ومثل ما بيقولوا ما تحس بالموضوع يعني ضل ماشي وتكون واقفه حتى زباينها الا سامسونج. اليوم سامسونج هي
اكيد مثل ما بين من 3 ايام انتر براند طلعت ذا نيو ستادي تبعها بيكام ذا نمبر 6 كومباني ان ذا وورلد على كل السيكتورز و ايجاز موست فاليبل كومباني باي فار. كوارتر 4 تبع سامسونج هلا هو ريكورد لا اتس جوينغ تو بي ريكورد تقريبا 14 مليار دولار ارباح صافيه بس لسامسونج الكترونكس. اكيد هذا بيخلي سامسونج انها تكون دائما at the edge of the evolution. بالار ان دي سبند تبعها هو اكبر من كل الاذر بلايرز. مثل ما قلت الاس 8 والاس 8 بلس فيري فيري سكسسفل ديفايسز لانه they are revolution in their selves يعني بالسكرين تبعهم وبكل الفانكشناليتي والبروسيسور وكل هالامور واكيد بالكاميرا. النوت تيكس ات تو انذر ليفل. هلا النوت عزيز على قلب سامسونج لانه مثل ما بتعرف في كثير ينحكى عن سامسونج كيف سامسونج ببعض الديفايسز بالاس سيريز هي اخذت شو في عند غيرها وحسنته وطورته بس يمكن ذا ايديا واز نوت انيشلي ذير اون. Whereas the Note أو the Phablet segment كله هو ابتكرته سامسونج من الأساس بالجالكسي نوت 1 بالأساس وظلت ماشي عليه ومش هناك يعني بتحب كتير هذا السيجمنت. أنا as a business person كتير بحب النوت لأنه فيه القلم وده واحد يعني يستعمله ليعرف قديش هو functional وقديش فيه واحد to be beneficial للشخص وكيف فيه يستعمله. أكيد الديول كاميرا اللي منزلينا رائعة للي ما جربها بكرة رح يجربها ولا حيشوف. It's by far the best screen in the world بالحجم وبالresolution بطارية وباتري لايف و the best processor memory. So device يعني super phone مثل ما بيقولوا يعني the monster of smartphones. ونحن كتير مبسوطين وكتير فخورين ومثل ما مبين وردي نحن دائما نعرف من pre-order تبعنا how successful the device will be because it is going to be a very successful device. Pre-orders already are flying super super high وعم بلشنا نسلم اليوم device للسوق as of today. هلا في strategy commercial ما في افصح لك عنها كلها بس بالاخر هو الديفايس بيحكي عن حاله مثل ما بيقولوا. اليوم الكونسيومر مع السوشيال ميديا وصارت القصة اليوم مفضوحة وانت بتعرف يعني اليوم ذا ديفايس اذا فيه فلوز فيه مشاكل وانا اول يوم ببين يعني اذا ديفايس منيح وهو بيلاقي متطلعات المستهلك اكيد رح يكون سكسسفل ديفايس. اللي بيفرق سامسونج عن غيرها انه نحن وي بيليف ا لوت ان ريسيرش بس اولسو وي بيليف ان سمثينج كول في او سي فويس اوف كاستمرز اند وي دو ا لوت اوف ريسيرش جلوبالي اون وات كونسيومر وونتس اند وي دو ات فور ذم. Other companies have a different approach, be it wrong or right, ما في أعرف بس إنه هن بيعملوا شيء بيقولوا الناس رح تمشي أو رح تحب. نحنا منعتبر المستهلك هو شو بحب نحنا منطوره أحسن ديفايس موجود. أكيد اليوم نحنا عم نشتغل لناكل من حصة غيرنا مثل الحياة الله شركة اليوم تشتغل competition وكذا وأكيد النوت رح ياخد من حصة غيره من غيره من حصة غيره. ما في أعطي كل التفاصيل تبع الاستراتيجي بس إنه أكيد يعني the device will speak for itself مثل ما بيقولوا. أكيد دائما منقول انه اذا واحد بده ياخذ ديفايس ويدفع حقه مثل النوت يعني اكيد لازم يشتري ديفايس اليوم اصلي ديفايس معه وارنتي الشركه الوحيد والمظبوط اللي هو سي تي سي وارنتي لا ياخذ الخدمه المظبوطه لا بحال صار عنده اي عطل within 1 week بينبدل الديفايس متى حتى بيتصلح ولا يضل عنده اللايف سبان تبع الديفايس تبعه ولا يكون اكيد انه الاكسسوارز تبعه الشارجر تبعه الاغراض اللي بقلبه بقلب العلبه مش ملعوب فيها كلها مظبوطه اللي هي ممكن كثير تاثر على الديفايس وعلى البرفورمانس تبعه للديفايس.